ما تعريف الشرط؟ الشرط في اللغة التزام، لزوم الشيء والتزامه في البيع ونحوه، هذا هو معنى الشرط لغة على الصحيح. وإن كان المشهور في تعريف الشرط أنه يقال الشرط العلامة، وهذا خطأ. وهكذا عرفه في القاموس المحيط وفي لسان العرب وفي المحكم وعامة كتب اللغة، يعرفون الشرط في اللغة بهذا، لزوم الشيء والتزامه في البيع ونحوه. جزاك الله خير. وأما الشرط في اصطلاح الأصوليين فلهم فيه اختلاف في تعريفه، لكن أشهر التعريفات تعريف القرافي في كتبه، يقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما الشرط في باب الصلاة فهي الأمور اللازمة للصلاة قبلها وتستمر في أثنائها، ولا تصح الصلاة إلا بها. وهذا هو الفرق بين الشروط والأركان والواجبات، فالشروط تكون قبل الصلاة وتستمر فيها وليست من أجزاء الصلاة، فالوضوء ليس جزءا من الصلاة، واستقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة، بخلاف الركوع والسجود فهي من أجزاء الصلاة.